السلام عليكم. أول حاجة أتقدم بالشكر الجزيل لقناة ريمال تي في، وغنقدم لكم رئيس مجموعة أيتما في الثقل الوالية بسرقاو. وكيف ما كتعرفوا يعني الحمد لله بالنسبه لهاد المنطقه تاع اكادير ما كانش اللي ما كيعرفناش. وهاد الفرقه هادي بدات من 2011، يعني كنا مجموعين قبل. المهم 2011 بدات الانطلاقه وتشاركنا في جميع يعني المناسبات وفي المهرجانات وفي المعارض وفي شحال من حاجه. المهم منهم بحال استقبال جلاله محمد السادس، يعني تقريبا شي ثلاث مرات وحنا خدمنا في هادشي تاع الاستقبال تاع جلاله محمد السادس. وكذلك مهرجانات يعني وفي معارض، يعني كان معرض الامانه في مدينه قلعه السرغنه وشحال من حاجه. المهم الاعضاء تاع الفرقه الفولكلوريه تتكون من 10 تاع الناس كيف ما كتشوفوا دابا حاضر حنا 7 الناس، يعني 3 اخرين يعني الله يحسن العوام بالضبط الظروف تاع اي واحد. ولكن الحمد لله يعني كنا اخوه وفيهم الناس اللي هما واحد منهم هو البشير الحلو والاخ تاعنا تاع التوام القديم الاولويه تاع حذيفه مومادي ومجعور الرئيس محمد وطريق التوقا وربيع بوكلاده تاع هما، وما نساوش الاخ تاع هو معاذ مرابو. وكيف ما كتعرفوا هذا السيد هذا حنا طورناه، يعني فعلا حنا خديناه من النساء البنسرقاويات اللي هما معروفين كيقول لهم تيدنوكراتي، يعني هادو النساء يعني قدام راه معروفين عندما نقولوا خدينا منهم الصراحه تقريبا شي 70%، يعني 30% تاعنا حنا طورنا يعني كزايب السيد تاعنا حنا كرجال، يعني درنا قفطان ودخلنا بعض الايقاعات اللي هما كانوا مختلفين. والحمد لله الصراحه ما كاينش اللي ما كيعرفناش، يعني ملي كتقول مجموعه ايتما بسرقه وتقلور يعني راه معروفين بها حنا، يعني حنا اللي كاينين بالنسبه لهذا الاسم تاع ايتما تقلوريه. وكنتمنى ان شاء الله تعرفوا في داخل الوطن وفي خارج الوطن علاش لا. الحمد لله كاين الخطوات جايين من هنا لقدام، وهذه فاجئكم ان شاء الله بالجديد تقال الله قريب ان شاء الله ما بقى ليه والو. وان شاء الله كنتمنى مسيره موفقه لجميع الاخوان اللي معانا.
أزل فلاتوني الذي دون البشير الحلوم عضو من أعضاء مجموعة أيتما رقلي تقال واريا بزرقاو نكوني كجمعية عرض المجال الفني عرض قدام جميع الأنماط تقع سرية تقليدية من هاتا واري تمازيغ أنسكر الشعبي أنت تريد أن تقوم بمنطقين حلمين مشيت نكوني تك جميع المعارض كان كل شيء جيزن دوارجان جيزن معارض ثقافية معارض في الزيت التقليدي إن حين نكر الحمد أرثر سنفتو يعني أرن تيري أن تقاس سباقين أن فتو سلحاش ليغا الوطنية بزاف نكوني إيه جمعية ديتو مارغا نتحاول ديما كل مناسبة نتواكا بأي حاجة تلتي لي عكودا زود إلا وثيقة الاستقلال اللي احتلاد اللي حيعترف الدولة الأمريكية الصحران دي اللي حنا نرزم السفرات نصفاد ديال الكليبي نغني في الصحراء في دار تبجاد الملك دي اللي حيزري ايدي النير تانا رانتيني بدا اسكا سامباركي كلوتن كلو امازيغ وما ضل كل شيء نصفاد كيس تانتانيا الكليب هاي الكليب تانتانيوش كتجديد ان شاء الله يحتينا ربي يان سنة السيمانة يحتينا ربي ديشك أزول فلون يمسفيد نغازانين إلا ديتونا معاد مربو عضو مجموعة أيتو مارك أكليست السنة مجموعة أيتو مارك دقيت المجموعة اللي صراحة تفاصة دانسة على الصعيد الوطني أكليسينا البشير الحلو يساول بزاف فمسنا المجموعات الأعمال الحلي اللي نسكر نكير دون جمعة فمسنا الضرورية دغلي خاصنا التوسكر دا ميغان ضروري أي لحل مجموعة أفاد تحب ونميدنا التيرين دا أكليسنا باشا ميدنا أذاك قرانس المناسبة نسندغان أول حاجة رتلينا ضروري خصيري ينزي يعني سنتين ينزي عزان مثلا زونك اللي غاد لي لسان كوني سند القميصات ايدوكان يعني كرا الحوايج اللي ضروري خصتنا ديك الموحدين دار المجموعه كلت دا الحمد لله الدري تبارك الله الناس اللي دارن غير لان كوني طلع حق بيانس يعني كل شيء يوسي المسؤولية باش أفاد دفلنا إيات لي ماجي فوركين في المجموعة دا كلي سنتيني ديما ضروري إخصى بنادم كلي سنتيني كل شيء الحي إخصى ديما أي فوركين كل انت وسن سمسنا غيكاد دارا دا ونسا ولا فمسنا المسائل اللي ضروري إخصى ديرين دار المجموعة مثلا جن الدوزان دارنا إيجنزي ونح ناقوس اللي كان ضروري كلي سينا الاخر ضوان حبسنا الفيديو اللي زوار يعني الدربوكا يعني المسائل اللي حيت جانا اي اللي التناسق حمسنا حمس الايقاع باش افاد ديفا في هي الميزاني فوركيني عزان غير غادي يمنا ينغى عزانين اخترام التابعه مجموعه ايتو مارك يعني ادح الدعم اتكشم سمس لاشين نغمس اليوتيوب اسمها اسم مجموعة ايتو مارك دما سندر نغي يطلب فجدني غمس الفيسبوك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.